أهلا وسهلا، شلونكم؟ شخباركم بنات؟ طبعا قاعدة توصلني صور بالهبل، ما شاء الله تبارك الله وعليكم بالف عافية. وشكرا على هالثقة، يعني ما شاء الله عدد كبير اللي اشتروه، وكل مرة يرجع البوتيك كل مرة يصير سولد اوت، فكثير صارت تجيني أسئلة أنا راه شلون استخدمها. بقول لكم طريقة استخدامها لأنه شوي يختلف عن باقي الديودرنتس الباقية. طبعا اللي ما يعرفونه، هو ديودرنت عبارة عن حجر أملاح معدنية طبيعي 100%، ما له لا ريحة ولا لون ولا حتى قوام. والله بنات لو أعد لكم الشركات وأنواع الديودرنتس اللي استخدمتهم من كل مكان أشتري وأجرب، ما تصدقون، يعني مرة يهمني الديودرنت بشكل ما تتخيلونه، لأنه بيعكس عليك والله، لأنه شيء يوميا أنت قاعد تستخدم، خصوصا اللي يستخدمون شيء مضاد للتعرق. بنات انتبهوا انتبهوا انتبهوا، مرة مو زين لصحتك انك قاعد تحبسين شيء طبيعي المفروض انه يطلع منك. فهذا مو مضاد للتعرق، هذا بس يزيل رائحة التعرق، وشيء طبيعي زي ما قلت لكم، فيمنع البكتيريا اللي تسبب الريحة المحلوة. بنات ترى هذه طريقة استخدام الديودرنت، تمام؟ يا انك وانت توك طالعة من الشاور راح يكون جسمك مبلل تمررينها جافة، او انك تاخذين نتفة كذا من الماي وتمررينها، بس هذه طريقتها، مرة سهل، ومثل ما قلت لكم ما له لا ريحة ولا قوام، يعني شوفوا انك اصلا حاطة موية على جسمك،